الحمد لله رب العالمين، قال رحمه الله: فصل. وكل ياء بعدها همزة مكسورة، نحو قوله تعالى: مني إلا، ومني إنك، ويدي إليك، وربي إلى صراط، وشبهه. فنافع وأبو عمرو يفتحانها في جميع القرآن. إذن عندنا خرج ابن كثير رحمه الله من هذه من هذا القسم وهذا الفصل، و ياء الإضافة إذا وقعت قبل همزة مكسورة الذي يفتحها نافع وأبو عمرو رحمهما الله، وهذا الأصل، هذا الأصل، لكن هذا الأصل خولف في بعض المواضع سيعددها هنا، ولا يستقصي، لا يستقصي، وإنما هو يعني يضع القاعدة ثم يذكر المخالفات، ثم في نهاية السور يذكر، يسرد جميع الياءات، سواء كانت ياءات زوائد أو ياءات إضافة. سبق أن ذكر في بداية هذا الباب أن المختلف فيه من ياء الإضافة التي وقعت قبل همزة مكسورة كم ياء؟ 52. 52 ياء. هذه التي يفتحها نافع وأبو عمرو، لكن اختلف عنهم في بعض المواضع كما يأتي، أو يخالف أصولهم في بعض المواضع، ويعني أكثر من يفتح في هذا القسم أو هذا الفصل هو نافع، لأنه انفرد بفتح 8 ياءات، بل إن نافعا أظن ليس له مستثنات في هذا الفصل، فتح كل ياءات الإضافة التي وقعت قبل همزة مكسورة. تفضل. وتفرد نافع، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وتفرد نافع دونه بفتح 8 مواضع، في آل عمران والصف: من أنصاري إلى الله، وفي الحجر: بناتي إن كنتم، وفي الكهف والقصص والصفات: ستجدني إن شاء الله، وفي الشعراء: بعبادي إنكم، وفي صاد: لعنتي إلى، وزاد ورش عنه في يوسف: بيني وبين إخوتي إن. بارك الله فيك. طيب، تفرد نافع يعني دون أبي عمرو، تفرد نافع يعني دون أبي عمرو بفتح 8 مواضع، وهي المواضع التي ذكرها، بعضها مكرر وبعضها جاء مرة واحدة، مثل أنصاري جاء مرتين، ستجدني جاء 3 مرات، الباقي كله جاء مرة مرة، مثل بناتي إن، ومثل بعبادي إنكم، لعنتي إلى، إخوتي. طبعا انفرد ورش رحمه الله بفتح ياء في سورة يوسف بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، فهذه الياء لم يفتحها قالوا، هذه الياء لم يفتحها قالوا. وفي أيضا موضع لكنه أرجأه إلى سورته اختلف فيه عن قالون، ما هو؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هذا الموضع أرجأه إلى سورته، وأيضا الشاطبي رحمه الله ذكره في سورته، لم يذكره في الأصول. ثم طبعا معنى أن نافع تفرد بهذه الياءات 8 أن أبا عمرو لا يفتحها، وبالتالي فأبو عمرو يفتح ما سوى هذه الإيه 8، يفتح ما سوى هذه 8. يعني كم ياء يفتح أبو عمرو؟ يلا حسيبة في الرياضيات. 44. طيب، قال: وفتح ابن كثير. تفضل. قال رحمه الله: وفتح ابن كثير من ذلك ياءين في يوسف: آبائي إبراهيم، وفي نوح: دعائي إلا فرارا لا غير. نعم. وفتح ابن عامر 15 ياء: أجري إلا، حيث وقعت، وفي المائدة: وأمي إلهين، وفي هود: وما توفيقي إلا بالله، وفي يوسف: وحزني إلى الله، وآبائي إبراهيم، وفي المجادلة: ورسلي إن الله، وفي نوح: دعائي إلا لا غير. وفتح حفص أيضا ياء: أجري إلا، حيث وقعت، وفي المائدة: يدي إليك،
وأمي إلهين لا غير، والباقون يسكنون الياء في جميع القرآن. بارك الله فيك. هنا ذكر موافقة بعض القراء، يعني هو دائما يبدأ كده بالعمدة الباب ثم يذكر ما خالف فيه أصله أو من فرد به بعضهم إذا كانوا عدد، ثم يذكر بعد ذلك موافقة القراء. قال: وفتح ابن كثير من ذلك يا أين في يوسف، آبائي إبراهيم، دعائي إلا فرارة في نوح. وهاتان الياءان أيضا فتحهما كما سيأتي ابن عامر، فتحهما كما سيأتي ابن عامر. قال: وفتح ابن عامر، وذكر المواضع. طبعا كلمة أجري وردت كما ذكر المحقق في 9 مواضع، أجري إلا وردت في 9 مواضع، فتحها كلها ابن عامر. وفي المائدة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فتحها أيضا. وما توفيقي إلا بالله، حزني إلى الله، آبائي إبراهيم ورسلي إن، وفي نوح دعائي إلا. بس كان مفروض يذكر يعني استثناء هذا الموضع لأبي عمرو أو يشير بشكل ما، لأن طبعا هذا الموضع المفروض أن أبا عمرو يفتحه، صح؟ لأن احنا قلنا ابن عامر نافع انفرد بإيش؟ ب8 مواضع، صح؟ وذكر موافقات كذا، وقال: وفي المجادلة ورسلية إن. وطبعا رسلية إن أصل كسى، يعني هذا موضع بالنسبة لأبي عمرو يضاف إلى 8، خلاص كده صار 43 مش 44. احنا حسبناها قبل كده لأبي عمرو قلنا 44، هذه 43، لأن قال: وفي رسلي أصل كسى وفي الملا. فهذا الموضع لم يفتحه أبو عمرو، هذه نتنبه لها، هذا الموضع لم يفتحه أبو عمرو. ثم ذكر موافقة حفص في بعض المواضع، أجري إلا 9 مواضع كما ذكرنا، يدي إليك في المائدة، وأيضا في آخر المائدة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. طرائف الجامعين، أحد كان بيقرأ على الشيخ ومشغول بالجمع وكذا، وبعدين قال: وأمي إلهين وأمي إلهين. يعني وطبعا قالوا أمي إلهين في البداية مع الآية، يعني فمشي الموضوع، لكن لما جاء يجمع فقال: وأمي إلهين، قال له: أنت أمك كمان. الله المستعان. طيب، احنا عندنا الياء اللي وقعت قبل همزة مضمومة، هي كلمتين نأخذهم عشان يكون انتهينا من هذا الفصل القصير أيضا. تفضل. قال رحمه الله: فصل. وكل ياء بعدها همزة مضمومة، نحو قوله تعالى: وإني أعيذها بك، وإني أريد، وإني أمرت، وشبهه، فنافع يفتحها حيث وقعت، والباقون يسكنونها. بارك الله فيك. هذه يعني احنا كأننا واخدين تنازل، الأول نافع وابن كثير وأبو عمرو في مفتوحة، ثم في المكسورة نافع وأبو عمرو فقط، ثم في المضمومة فقط نافع. نافع هو الوحيد الذي يفتح ياء الإضافة إذا وقعت قبل همزة قطع مضمومة. قال: فعن نافع فافتح وأسكن لكل. وهذا القسم في 10 ياءات فتحها نافع وأسكنها الباقون، وفيه ياءان اتفق على إسكانها، ياءان اتفق على إسكانها ولم يذكرها هنا رحمه الله، اللي هي ذكرها الشاطبي: بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، بعهدي وآتوني. فإذا هاتان الياءان مجمع على إسكانهما، مجمع على إسكانهما، نافع وغيره. طيب، إذا عندنا 10 مختلف فيها، فتحها نافع كلها وسكنها الباقون، وهناك ياءان اتفق القراء 10 على 7 والـ10 أيضا على إسكانها. طيب، هو قال بالنسبة لما ذكرنا في المكسورة، ما ذكرنا المتفق على إسكانه،
هو الداني كما قلنا لم يلتزم في هذا الباب بذكر المتفق عليه، لم يلتزم بذلك. والياءات المتفق على إسكانها في هذا القسم التي ذكرها الشاطبي قال: وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. يصدقني إني أخاف في سورة القصص، أنظرني جاءت في كم موضع؟ ثلاثة في صاد وفي الحجر وفي الأعرف. وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى، أخرتني إلى أجل قريب في سورة المنافقون. وذريتي، ذريتي فين؟ احنا بنختبر كده الصحصحة في آخر الدرس. سورة إيش؟ الأحقاف. إني تبت إليك. يدعونني وخطابه، يدعونني وتدعونني، ها يدعونني فين؟ ها يدعونني إليه في سورة يوسف، وتدعونني إليه في سورة غافر. فهذه الياءات متفق على إسكانها، هذه الياءات متفق. والتنبيه هنا على إسكانها جميل، لأنه يعني مقتضى الإطلاق هذا أن هذه الياءات يفتحها نافع وأبو عمرو، اقتضى يعني عدم التقييد هذا أو التنبيه أنه يفتحها نافع وأبو عمرو. وهذا لذلك صنيع الشاطبي رحمه الله كان في ذلك أكمل بذكر الياءات المتفق على إسكانها حتى تكتمل الصورة، وحتى لا يحصل الالتباس عند القراء بفتح هذه. إذن عندنا في المفتوحة أربع ياءات متفق على إسكانها، وعندنا في اللي قبل المكسورة تسعة، وعندنا في قبل المضمومة ياءان متفق على إسكانها، والباقي الذي فتح على التفصيل الذي ذكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.